مساحتنا هلأ رح نبدأ فيها مع العمل الإنساني يا سمر. يعني مثل ما بنعرف العمل الإنساني هو عمل نبيل، لا أكيد هدول العمل كان بعيون شباب سوري ولا يسلطوا الضوء على الحالات الإبداعية ورعاية هذه الحالات. أكيد شهدت النور أكيد بشهر أيلول عام 2020 تحت مسمى مؤسسة مبدعون من أجل وطن، وكان لها عدة محطات رح نضوي عليها أكثر. أكيد بصرنا نرحب بضيفنا الدائم الدكتور بهجت حكروش رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبدعون من أجل الوطن. رمضان كريم دكتور، أهلا وسهلا نورتنا. رمضان كريم، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي عن مؤسسة مبدعون من أجل وطن، خلينا نحكي شو هي فكرتها، يعني أنت شو كيف بلشت فيها من قبل أيلول 2020، خلينا نحكي كيف إجت وخطرت ببالك الفكرة وشو هي أهداف المؤسسة؟ لا شك مؤسسة مبدعون من أجل وطن هي عبارة عن حصيلة ليالي طويلة وسهر طويل بالتفكير فيما يتعلق بالشباب السوري. طبعا لاحظنا خلال فترة الأزمة ظهور الكثير من الطاقات الشبابية الرائعة والحالات الإبداعية والمبادرات القوية جدا والكبيرة جدا والواسعة. للأسف كنت لاحظ أنه تبدأ هذه الطاقات بالإضمحلال فترة بعد فترة لعدم وجود من يرعى هذه الحالات. لذلك كان لابد من التفكير في قيام مؤسسة ترعى الحالات الإبداعية، طبعا بعيدا عن حالة الدولة هي الحاضن الكامل، لكن الدولة دائما هي عندها مسؤوليات أكبر وخاصة في مرحلة الأزمات، فكان لابد من المجتمع الأهلي أن يكون في واجهة هذه الحالة وأن يساعد الدولة والحكومة في رعاية الشباب السوري المبدع اللي عنده إمكانيات، عنده طاقات، عنده أفكار، عنده مشاريع إبداعية، وهو يحتاج إلى من يتلقفه ويحتاج إلى من يرعاه وبالتالي يأخذ بيده إلى سوق العمل وإلى أرض المجتمع. نعم، يعني دكتور حكيت نقاط كتير مهمة جوهرية، يعني دائما نحن منشوف مؤسسة شبابية ولكن نحن بدنا نطلع أهداف هيدا المؤسسة، ويمكن هدول الأهداف الحلوة اللي حكيت عنها هي سبب استمرار، يعني اللي احنا دائما نسعى للاستمرارية، يعني ان شاء الله من 2020 يعني لهلا ان شاء الله يا رب بتستمروا اكثر واكثر. يعني دائما يمكن في محطات مرقتوا فيها ظروف طارئة ايضا خارج عنكم مرقتوا فيها، كيف قدرتوا كشباب هيك يعني حبكم لهالمؤسسة قدرتوا تستمروا لهذا الوقت، يعني كيف تجاوزتوا هدول الصعوبات؟ لا شك في البداية هو اختيار الأشخاص والشخصيات الموجودة الأكاديمية والخبرات العالية أن تتواجد ضمن صفوف وكوادر المؤسسة، هذا عنصر أساسي من نجاح أي عمل ممكن تقومي فيه لما بيكون في عندك كوادر في منتهى الأكاديمية في منتهى الخبرة، هذا الشيء ساعد كثير في تخطي الكثير من المطبات الموجودة، وخاصة أن احنا نشأنا في ظروف قاسية جدا وسيئة جدا ابتداء من كورونا والحجر والانكماش المجتمعي نوعا ما، إضافة للظروف السياسية اللي عم تمر فيها البلد بكل تفاصيلها بالأزمة بالهجوم على لقمة العيش على المواطن، كل هذه الأمور عندما يعني تخرجي بهذه الفكرة وأن تستمري وأن تثبتي نفسك خلال فترة قصيرة فهو الحمد لله دليل على نجاح الكوادر اللي موجودة ضمن المؤسسة اللي قدرت تعطي ما هو مطلوب منها، وهي إيمانة بهذه الفكرة، إيمانة في أن يكون لها دور فاعل في المجتمع السوري ورعاية الأفراد السوريين أو الشخصيات أو المشاريع الإبداعية اللي موجودة، هو كان وراء استمرارية هذه المؤسسة رغم كل المطبات الموجودة. أكيد خلال حديثك دكتور عم بمروا بعض الصور لكثير من النشاطات والاتفاقيات اللي قمتوا فيها، خلينا نحكي دكتور اليوم على أرض الواقع شو عملتوا إنجازات؟ طبعا هناك شقين، شق العملي والشق التأسيسي.
طبعا نحن الظروف اللي موجودة فيها حاولنا نستثمرها إيجابيا وليس سلبيا، في أنه نحن نعمل أساسات لهذه المؤسسة من خلال الارتباط ومن خلال قيام بعدة اتفاقيات مع جهات رسمية في الحكومة والدولة. نعم. حتى نقدر نعمل شيء للمستقبل. يعني دائما لما نبني قصر ممكن نبني مباشرة على الأرض. أكيد. وبيكون جميل جدا، لكن بأي هزة ممكن يوقع، لكن إذا كنا حاطين أساسات صح يمكن بتكلفنا أكثر، بتاخذ وقت معنا أكثر، لكن يبقى هذا البنيان صامد وقوي أكثر. وهذا نحن اللي الاستراتيجية اللي اشتغلنا عليها كمؤسسة، في أنه نعمل أساسات لهذه المؤسسة. الأساسات القوية هي تكون من خلال اتفاقيات مع الجهات الكبيرة في الدولة من الوزارات وجامعات. ففي عنا اتفاقية تم توقيعها مع وزارة التربية، وهي اتفاقية نحترمها جدا، ويعني من أهم الإنجازات أنا بتصور اللي ممكن أنه قدمناها كمؤسسة، هي هذه العلاقة مع وزارة التربية، مع الطلبة، مع الأطفال، طلاب الابتدائي ولا الإعدادي دائما ولا الثانوي، اللي بيكونوا أساس فكرة الإبداع. لأنه كثير من الطلاب عم نشوف في عندهم حالات إبداعية لكن هم ملتهيين بالحالة الدراسية، فنحن حنكون إن الشق الآخر، يعني الدولة ووزارة التربية تقوم بشق التربية والتعليم، نحن حيكون في إلنا الدور الآخر في رعاية اكتشاف واستكشاف الحالات الإبداعية عند الأطفال، وبالتالي رعايتهم وتطوير هذه الحالة إلى أن تصل إلى المكان اللي بدنا إياه. طبعا في تحضيرات كاملة وكافية مع وزارة الثقافة مشكورة، وزارة الثقافة أيضا يعني إضافة لوزير التربية الدكتور دارم طباع وزير الثقافة كتير كانت متفاعلة، كتير كانت إيجابية وتعمل على هالموضوع بجامعة دمشق نفس الوقت، اتحاد الفنانين التشكيليين، اتحاد شيبة الثورة. نحن عم نحاول نبحث عن هدول المراكز وعن هذه الأسس الموجودة في الدولة، وبالتالي التشبيك معها حتى يتم الانطلاق فيما بعد الاستحقاق إن شاء الله وبداية عصر جديد في هذا البلد مع, 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 مع فكر متجدد، أن تكون انطلاقة المؤسسة الحقيقية كعمل. الآن هي في مرحلة تأسيس المشاريع وتأسيس العلاقات، والعمل سيكون إن شاء الله مع الانطلاقة الجديدة لسوريا المتجددة دائما إن شاء الله يا رب. دائما بتستمروا بتطور وبنجاح، يمكن كمان زمن قصير كان خلينا نقول حققتوا فيه شغلات مهمة، مبادرات أيضا خلينا نسلط الضوء عليها شوي من حضرتك دكتور، بالإضافة إلى التشبيك. يعني يمكن احنا حكينا هلأ أنه كان في تعاون من وزارة الثقافة، من وزارة التربية، وهي عمليات تشبيك مع مؤسسة مبدعون من أجل وطن، يعني عم نحقق الشعار هون نحن بهالحالة. أكيد إن شاء الله. طبعا يعني عم نقول نحن أنه ما عملنا مشاريع، لكن كان في مبادرات أكيد موجودة على الأرض. نعم. وهذه المبادرات نحن بالنسبة لنا لا تزال هي لا ترقى إلى ما نريده، لكن ضمن الظروف المتاحة، ضمن الإمكانيات المتاحة حاليا تماما. وخلال فترة قصيرة، نحن أطلاقنا كان ب 3/9/2020، يعني نحن صلنا عمليا 7 شهور تقريبا تماما على الأرض، لكن الحمد لله قدرنا نعمل شيء يعني نقول له أنه ندعي أنه جيد، وعلينا أن نبين هذا الموضوع. نعم. طبعا هناك مبادرات البحث عن الحالات الإبداعية عند الأطفال، كان كثير من هذا الموضوع فيما يتعلق حتى الأيتام. يعني نحن نشبك العمل الإنساني مع العمل الإبداعي، يعني مشكورة كل الجمعيات الخيرية تقوم بكل واجبها تجاه العمل الإنساني، لكن نحن جزء لجنة إنسانية ضمن هذه المؤسسة. نعم. تعنى بالعمل الإنساني، لكن الأساسي هو رعاية الإبداع. فصار في أكثر مبادرة حتى مع الأيتام، اسميناه صديق اليتيم، بحيث نبحث بإضافة للحالة الترفيهية والدعم المعنوي والنفسي لليتيم، أن أيضا يكون البحث عن حالات إبداعية من خلال استكشاف بعض المواهب الموجودة. نعم. عنده كان عندنا حتى مع أطفال السرطان، عندنا مع رابطة العلوم السياسية بجولات على المحافظات السورية، في نوعا ما أيضا الاكتشاف واستكشاف، هي عبارة عن حالة استكشافية دائما حتى نقدر ناخذ الجهات. هلأ حاليا في ترتيبات كتير كبيرة مع وتشبيك مع مؤسسات أهلية، مع جمعيات، مع مراكز تخصصية وبحثية، مع معاهد لغوية، في أن نكون هناك حالة من العمل المجتمعي المتكامل،
يعني ما يكون هو صح التخصص مطلوب، لكن مطلوب منك ايضا ان تربطي هذه الحاله مع الحالات الاخرى حتى نعطي لنفسنا القوه والقدره على ان نستمر وعلى ان نعطي بشكل اوسع وبشكل اكبر. اكيد. طيب دكتور، يلي بيحس انه طفله عنده شيء ابداعي او يحس طفله مبدع، كيف ممكن يقدر يتواصل معكم؟ شو هي الطريقه الصحيحه للتواصل معكم برايك؟ الطريقة الصحيحة هي من خلال صفحة المؤسسة الموجودة على الفيسبوك، هي مؤسسة مبدعون من أجل وطن. حيلاقي صفحة متكاملة فيها أرقام هواتف وفيها رسائل ممكن يرسلها. طبعا في عندنا نحن لجان ضمن المؤسسة، لجان تخصصية أكاديمية إعلامية فنية دراما ثقافة علمية تراثية إنسانية تربوية، وهذا شيء كتير مهم. وسيكون تلقف هذه الحالات أو الطلبات الموجودة على الصفحات من خلال اللجان المختصة تقرأ هذه الحالة. ليس كل من هو عنده موهبة بسيطة، نحن رأينما إبداع وليس إبداعية بالموهبة. مثل شو دكتور؟ بكل شيء، سواء ثقافي أو علمي أو فني. الفني يشمل الدراما، يشمل الرسم، يشمل الكتابة والأدبية طبعا بنفس الوقت، الثقافة، الكتابة، الأمسيات الشعرية أو حدا عنده. ممكن هو مع التدريب وحتى الموسيقى طبعاً. يعني ممكن مثلا هو يكون عنده هالموهبة وأنتم تطوروا له هالموهبة ويصير هذا الطفل مثلا مبدع، ولا أنتم بس عم تاخذوا المحترفين يعني الصغار المبدعين؟ لا، ليس المحترف وإنما المبدع. تمام. الذي لم يأخذ فرصته. تمام. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا اللجنة الموسيقية رئيسها بنوجه له التحية الأستاذ ميساك بكبودريان، هو رئيس اللجنة الموسيقية. اجا حدا بيقول لك انا بالعزف يعني، بس لا عنده امكانيه يروح معهد، ما عنده امكانيه حدا يرعاه. فممكن يكون عنده هي الموهبه الابداعيه. اللجنه مشكله برئيس واعضاء يدرسوا هذه الحاله، اذا كانت ابداعيه يتم نحن كمؤسسه يتم عرضها على مجلس امناء، وبالتالي يتم تبنيها وتدريبها وصقلها وتقديمها الى سوق العمل. في الدراما استاذ مظهر الحكيم مع مجموعه من زملائنا الفنانين والرائعين ايضا يدرسوا هذه الحاله من الناحيه الاعلاميه، من الناحيه العلميه، بحث علمي متطور. وخاصه انا بحب ضوي معلش على الموضوع البحث العلمي كحاله، كيف يمكن، لانه كثير من الاسئله تجينا انه يعني بالبحث العلمي شو بدك ترعى انت يعني مثلا. تمام. هذا قضية الجامعة او شغلة الجامعة، ومشكورة جامعة دمشق والجامعات الخاصة ايضا والجامعات السورية كلها ترعى هذه الحالة. لكن نحن اقترحنا حالة موجودة وانا اطرحها من خلال الشاشة الكريمة، في انه ان تكون الابحاث العلمية هي حلول لمشاكل مجتمعية، وليس أن تكون مجرد بحث علمي يوضع في الدرج فيما بعد. نعم. وإنما يكون حل لمشكلة، وبالتالي تفيد البلد، تفيد الشخص المبدع الذي يقوم بالبحث العلمي، ونحن كمؤسسة أيضا نكون قد قمنا بدورنا. إذن رعاية الإبداع هي معنية باللجنة في دراسة الحالة المقدمة، سواء مشروع أو حالة إبداعية فردية، وليس فقط حالة فردية. نعم، يعني هون كمان فينا نقول انه العمل الانساني تجلى وصار واضح، لانه نحن ممكن ناخذ حالات عن جد هي ما انا بقدرتها انه تروح معاهد، حتى ما انا بقدرتها انه تسجل باي شيء، فهون نحن عملنا شيء يعني انساني جدا. إن شاء الله. دكتور بهجت، خلينا نحكي ايضا عن المشاريع القادمه. يمكن ما سنحت الفرصة أو الظروف اللي مرقنا فيها ما كانت ملائمة أو ما كانت بتساعد، رغم أنه نحن حاولنا أنه نعمل مشاريع. هل في خطط دائما؟ تطلعات المستقبل دائما هي ما بتخلص عنا، فأكيد عنا مشاريع. ما أكيد أكيد أكيد، وإلا يعني نفقد صفة الإبداع. صحيح. الإبداع هو متجدد. نعم. دائما. نحن الآن في صدد التحضير، وهناك مشاريع جاهزة بدراستها أو بورقها بكوادرها، أصبحت المشاريع جاهزة، ولكن ننتظر الوقت المناسب فيما يتعلق بالوضع العام لسوريا. نعم. الآن نحن على أبواب استحقاق رئاسي وعلى تحديات مهمة، وعلى بإذن الله على أبواب نهاية أزمة، وبالتالي انطلاق سوريا الجديدة، سوريا المتجددة. نعم. وهذا الموضوع يحتاج إلى فكر ويحتاج إلى مشاريع إبداعية يجب أن تطرح من خلال الناس اللي عندها هذه الميزة في أن ترعى هذه الحالة. المشاريع أصبحت، أنا بحب أقول للجميع،
انه في كثير بعض انه يعني شو عملتوا لسه ما اشتغلتوا شيء. اتصور انه بتخيل انه التقييم هو دائما طمع. العمل يعني نحن قلنا بدنا نأسس لننطلق صح، ما بدنا ننطلق وبعدين ننهار. فأسسنا الحمد لله ولا لا يزال فترة التأسيس شغالة، لكن على المقابل تماما هناك اللجان تدرس بعض المشاريع، وهناك حوالي 4 مشاريع جاهزة دراسة وكوادرا وتحتاج الموافقات الرسمية والبدء بالعمل في المرحلة القادمة، في مشاريع على المستوى السياحي، في مشاريع على مستوى الفني والأدبي، وأيضا على المشاريع العلمية إن شاء الله. أكيد دكتور، عم نشوف نحن العديد من النشاطات اللي عم تقوم فيها، يعني ما شاء الله كتير، يعني خلال فترة كتير قصيرة. دكتور خلينا نحكي عن شيء كتير مهم، خلينا نحكي عن اللجان الموجودة معك، نتعرف عليهم بشكل أكبر. أكيد بنوجه لهم تحية اليوم. أكيد بوجه تحية لكل كوادر مؤسسة مبدعون من أجل وطن. نعم. على رأسها طبعا اللجان الأكاديمية اللي هي حتاخذ الدور الأكبر. نعم. في تقييم كل الحالات التي ستأتي. لدينا لجنة علمية. نعم. وبرئاسة الدكتورة هالة شاهين، دكتورة بكلية الصيدلة. في عنا وعضوية مجموعة من الأساتذة في عدة كليات. عنا اللجنة الأدبية برئاسة الأستاذ سمير مطرود، اللجنة الإعلامية برئاسة الأستاذ مصطفى المقداد، اللجنة الفنية أو الدراما برئاسة مصهر الحكيم. نعم. ومجموعة لجان أخرى والإنسانية تامر بلبيسي. بدورنا بنوجه لهم تحية وبنوجه لك التحية الأكبر يعني دائما دكتور بهجت على خلينا نقول هالعائلة جميلة. مؤسسة مبدعون هي عائلة جميلة، نحن ضمن تغطياتنا شعرنا بهذا الشيء. بدنا نشكر كثير وجودك معنا، هنشكر المعلومات اللي قدمتها، وان شاء الله بيكون لنا وقفات ثانيه بمشاريع على قيد هيك التنفيذ. شكرا لك. شكرا لكم، بس مشان معلش ما تفضل تفضل. لكن اللجنه التربويه ايضا ومهمه جدا برئاسه الاستاذ عهد الكنش، ايضا هي كان من ضمن اللجان الموجودين. فشكرا لكم، شكرا لكل كوادر مؤسسه مبدعون، شكرا للاخباريه السوريه دائما هي بتكون عم تواكب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور، واكيد نحن بنوجه لهم تحيه وناطرين انجازاتكم اكيد، ونشوفك بحلقات قادمه.